معنى اسم نداء وأسرار شخصيتها من خلال قناة معاني الأسماء. تعد الأسماء واحدة من أهم الأمور الهامة التي نواجهها، حيث يصعب على الآباء اختيار أسماء لأطفالهم، حيث يختلف بين تسمية الطفل باسم الجد أو الجدة، ولكن الأهم التأكد أولا من صفات هذا الاسم وما هو معناه، كما أن أكثر الأمهات تفضل اختيار أسماء جديدة لأبنائها، بالإضافة إلى أن الأسماء ترتكز عليها سمات الشخص، كما يقال لكل شخص نصيب من اسمه. فندعو جميع الآباء باختيار أنسب الأسماء لأطفالهم، ولأهمية الأسماء، ولحل هذه المشكلة وعدم التفكير كثيرا، قررنا أن نوضح لكم اسما يعتبر واحدا من الأسماء التي لها أكثر من مدلول، ألا وهو اسم نداء، وسنتعرف على أسرار شخصيتها. والآن إليكم أدق التفاصيل. معنى اسم نداء: يعتبر اسم نداء واحدا من أهم الأسماء التي لابد من ذكرها، حيث يعد من الأسماء العربية في الأصل فهو يدل على نبرة الصوت العالية عندما تنادي على شخص ما بعيد عنك، وتصنف إلى صنفين: منادة شخص أقل درجة إلى شخص أعلى، أو منادة الأعلى للأقل. كما أن المصدر من اسم نداء في اللغة العربية هو منادات، مما يدل على منادة العبد لربه أو منادة شخص لشخص آخر. فإذا بحثت عنه في المعاجم والقواميس العربية الأصلية ستجد الأصل منه الدعاء والمنادات، فهو اسم. كما أنه يأتي منه تصريف المذكر الجمع على نداءات، وأيضا تبحث وتجد منه تصريف المؤنث. ولم يكن تسمية الشخص بهذا الاسم أمرا سهلا، بل له حكم في الإسلام سنتعرف عليه الآن، وذلك لقطع الشك فيه. وإليكم حكم تسمية الطفل باسم نداء في الدين الإسلامي. يقلق الكثير من الآباء من حكم اسم أطفالهم، هل هي حرام أم حلال؟ وذلك يرجع إلى أن التسمية باسم من أسماء الله تعالى أو أسماء الملائكة والفراعين غير مستحب وحرام، والكثير لا يهتم بذلك. ولكن اسم نداء ليس له صلة بهذه الحالات، فإذا أردت تسمية طفلك باسم نداء فلا تتردد، والذي يشعر قلبك بالراحة والطمأنينة من ناحية التسمية بهذا الاسم أن هذا الاسم مذكور في القرآن والأحاديث الشريفة، ولكن بمختلف التصريفات اللغوية. كما أن هناك في الإسلام ما يدعى بالنداء، وهو نداء الأذان، أي ينادي المؤذن للصلاة فيتهافت الجميع إلى المساجد استجابة لدعوته، حيث قال الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذه الآية تدل على منادة المؤذن، فعلى الجميع أن يترك ما بيده ويسمع نداء الله. فهذا دليل على أن التسمية بهذا الاسم مستحبة وليس لها صلة بالحرام والكراهية. صفات حاملة اسم نداء: كما ذكرنا من قبل أن اسم نداء من الأسماء العربية التي لها دلالة تميزها بالفعل عن غيرها من الأسماء الأخرى، فتتميز صاحبة اسم نداء بعدة مميزات، منها أنها تدل على البساطة والسهولة في التعامل مع من حولها، كما أنها تتميز بالحكمة واستخدامها للعقل دائما في أكثر الأمور، تحب دائما تحليل القضايا ولا تميل إلى السطحية في النظر إلى بعض الأمور، لديها القدرة على حل الكثير من المشاكل. يصفها الكثير بأنها شخصية اجتماعية، وذلك يظهر خلال تعاملها مع الشخص الآخر. تتميز بكونها طموحة وهادفة، وتسعى دائما لتحقيق أهدافها في المستقبل، كما أنها تتميز بوضعها للخطط التي تسير عليها ليكون الطريق أمامها واضحا، بالإضافة إلى أنها تحب الاستقلال بنفسها ولا تحب الاعتماد على غيرها. أخيرا تتمتع بالذكاء وإعطائها حلولا جديدة تساهم في الوصول إلى نتيجة. كان هذا كل ما يخص اسم نداء من معنى الاسم، وكذلك حكم التسمية به وصفات من تحمل هذا الاسم. كنا معكم من خلال قناة معاني الأسماء، دمتم في رعاية الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.